وكأني أشوف عدد النساء أكثر من الرجال. وهذا السؤال كان يطرح في كل مكان يعني سافرت إليه في آخر شهرين، وآخرهم آخر سفرة كانت في الولايات المتحدة وفرنسا. قال هناك يعني ملاحظة جديرة بالانتباه والدراسة. البحرين معروفة من الدول المحافظة، وسوريا معروفة من الدول المنفتحة أكثر، بس كل أفلام الفيديو اللي تظهر عن الثورتين تبين أن مشاركة المرأة تتجاوز أي ثورة أخرى في العالم العربي. تحية تحية. لا يمكن لأي مؤرخ للثورة البحرانية التي اندلعت شرارتها في فبراير 2011 إلا يكتب بأحرف من نور دور المرأة البحرانية في كافة مراحل الثورة التي فشل الخليفيون في القضاء عليها. ومنذ الأيام الأولى للثورة كان الحضور النسوي لافتا في المسيرات التي طافت أرجاء البحرين، متقدمة الصفوف في مواجهة آلة الحرب الخليفية وغير آبهة للرصاص الذي حصد أرواح عشرات البحرانيين، ومنهم أول شهيدة في الثورة ألا وهي بهية العرادي التي أطلقت عليها قوات الجيش الخليفي 3 رصاصات غادرة مساء يوم اقتحام الدوار في 16 مارس 2011. الاعتقالات طالت النسوة كذلك طوال سنوات الثورة، بدءا من استهداف الكادر الطبي ومرورا باعتقال الناشطات الميدانيات وانتهاءا بالتضييق على الناشطات الحقوقيات. وعلى هذا الصعيد تبرز أسماء لا حصر لها، ومنها الدكتورة فريدة الدلال زوجة الدكتور علي العكري وجليل السلمان نائب رئيس جمعية المعلمين البحرانية. وكانت واحدة من أبرز تلك الاعتقالات هي ما تعرضت لها ريحان الموسوي ونفيس العصفور لدى اعتراضهما على سباقات الفورمولا 1 للسيارات، فيما كانت الوقفة الشجاعة للناشطة زينب الإخواجة مثالا لتحدي الطغاة عندما مزق الصورة طاغية البحرين داخل محكمته السورية. الانتقام طال الناشطات الحقوقيات ومنهن مريم الإخواجة التي اعتقلت في مطار البحرين وأجبر النظام على إطلاق سراحها لتعيش في المنفى. وكانت آخر حلقة في هذا المسلسل هو استهداف الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ التي تعرضت للتعذيب طوال 7 ساعات إثر مشاركتها في أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان. إن شعبا لديه مثل هذا الخزين من النساء المضحيات، فإن إشباه الرجال من آل خليفة هم أعجز من أن يقدروا على إركاعه، بل سيسقطهم بصموده ومقاومته.